رفضاً لإساءة معاملة المهاجرين غير النظاميين في مراكز الاحتجاز وترحيلهم بشكل قسري، تظاهر عدد من أسر المهاجرين التونسيين أمام القصر الرئاسي تزامناً مع زيارة كل من وزير الخارجية ووزيرة الداخلية الإيطاليين للتباحث حول سبل وقف تدفق المهاجرين التونسيين إلى السواحل الإيطالية. جينا باش نقولوا وزير الخارجية ووزير الداخلية الإيطالي ديغاج، غير مرحب بكم في تونس، لأنه اللي قاعد يصير تو في معتقلات إيطاليا غير عادي، غير ناصف ولا يحترم حقوق الإنسان. اللي عمره 19 اللي عمره 20 معدين غاديك قرابة بين 9 أشهر وعام وعام ونص، وهما متبلوكين غاديك محتجزين. من يصل أراضينا بشكل غير نظامي سيرحل فورا، رسالة مباشرة وجهها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى السلطات التونسية عقب لقائه بالرئيس قيس سعيد، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة تونس في التصدي لأسباب الهجرة غير النظامية. من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية لا مجال لبقائه على التراب الإيطالي، يعني دخول غير نظامي يعني ترحيل. من ناحية أخرى نشكر الطرف التونسي على تكثيف العمل على مراقبة الهجرة غير النظامية. تضاعف أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين في اتجاه أوروبا خلال الأشهر الأخيرة يعزوه البعض إلى أسباب اقتصادية مرتبطة أساساً بارتفاع معدلات البطالة. الشغل ما هوش موجود، شغلوهم خلي يخدموا على رواح، علاش يحرقوا هم؟ أخي واحد عنده الحق باش يحرق كما لقاش موت الرزق. أنا نشجع على الحرقة، أحرق أحرق على روحك، برا على روحك، شوف مستقبل. أنت ميت في تونس ما تنتظرش أنك باش تبقى لهنا في تونس وباش تلقى حاجة مأخير. منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين كشفت عن شروع السلطات الإيطالية في ترحيل ما يزيد عن 11 ألف مهاجر تونسي من بين 24 ألف مهاجر غير شرعي محتجزين هناك. في الوقت نفسه أكدت وزارة الداخلية الإيطالية وصول نحو 6500 تونسي إلى سواحلها منذ بداية العام الحالي، وهو ما يمثل 42% من مجموع المهاجرين من مختلف الجنسيات الذين وصلوا السواحل الإيطالية. زيارات متتالية لمسؤولين إيطاليين بارزين خلال الأيام الأخيرة يعتبره البعض انعكاساً لحجم الضغط المسلط على السلطات التونسية من أجل وقف نزيف الهجرة غير النظامية الذي تضاعف خلال الأشهر الأخيرة، ملف يمثل تحد صعب لتونس في ظل وضع اقتصادي وسياسي معقد. توفيق عايشة الحرة، تونس.